تعرف يا ناجي بيك، الحجة فاطمة مثل أمنا، البلد كلها بتحلف براسها. لما عرفت أنكم جايين انبسطت كتير وصارت تتصل فيني حتى اطمنت عليكم، ولما عرفت كمان أنه الطريق مسكر ما نامت الليل لحتى اطمنت أنه ولله الحمد وصلنا. هي عندها كم سنة أبو شعلان؟ الله يعطيها طولة العمر، المهم الصحة. هي بركتنا يا ناجي بيك. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيه. الله يسلمك يا هاني. أكيد الرحلة كانت متعبة. الحمد لله على سلامتكم كلكم. يا مالكم تنحين كده ليه؟ أنت أنت وهو. اصحوا. يلا. أعرفكم يا أولاد هاني جمال الدين. هتشترك معانا في العملية من دلوقتي، تعتبروها زي اختكم بالظبط. ده احنا نشيلها في عينينا. ابراهيم، ابراهيم عزقلاني، ابراهيم بتاع العبري. الله، هو نصيتي وصل لحد هنا؟ حسام المصري طبعا، بطل العالم في الوسم الطويل. ده مين الفتاي اللي قالك المعلومة الغلط دي؟ انت مالك، انت ما تسكت خالص. انا كنت بحاول اوضح بس. لا تحاول ولا تنيل، اسكت خالص. المهندس زاهر عبقري الكمبيوتر والليزر. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة. أنا أسعد. الشيخ حسن وتهامي وعبد الجليل، صح ولا أنا نشنت غلط؟ ده أنت نشنت ونشاني كراشة يا ست العرايس. فرصة سعيدة جدا يا جماعة، زي ما تخيلتكم بالظبط. بس أنت بتتكلمي مصري كويس أوي. أصل أنا عشت في مصر 6 سنين. إيه ده بجد والله؟ كنت عايشة فين؟ في مصر الجديدة في الكرب. بس وانا اقول شفتك فين قبل كده؟ انا قاعد بشبع عليكي من ساعه ما شفت في الكربه، كنت دايما بتاكلي ايس كريم عند دونات صح؟ وكان معاكي بالاماره واحده صاحبتك لابسه بودي فوشه ما بتقلعوش صح؟ فوشه ايه وايس كريم ايه؟ احنا في نادي. بتسكت خالص، اخرس. كنت بحاول الاغي بس. تلاقي ايه؟ امال فين الحاجه فاطمه؟ هي بتصلي وجايه دلوقتي، اصلها مستنياكم من امبارح. بقول لك يا قبله، معلش يعني شويه ميه ساقعه لحسن، عندي لا مؤاخذه حمو وحاسس بوليعه في صدري كده لا مؤاخذه. باللغ اللي انت بتلغه. عيني حاضر. اتفضلوا يا جماعه. سلام يا ام. لا انا مش شايف نفسي. لا انا مش شايف. والله انا ما كنتش عطشان، بس لما شفت المايه في ايدك عطشت. لا انا مش شايف. انما حضرتك جيتي ازاي من مصر؟ انا قصدي يعني يا باشا، هي ما جاتش معانا ليه؟ لا هي ما جاتش من مصر. امال جت منين؟ من اسرائيل. أصلها إسرائيلية، اسمها هاني ألدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهودية؟ معلش الله يا باشا، على مؤاخذة يعني مؤكدة، أفوك الواحد هيضرب يا باشا. يعني هل هي إسرائيلية ولا مصرية؟ أنا هقول لكم، أنا مولودة في لوجانو على حدود إيطاليا. دي طلعت إيطالية، ده على آخر القعدة هنلاقيها من دمنهور. أبويا اسمه جمال الدين أبو سيف، كان رجل أعمال مصري واتجوز من أمي راشيل وخلفوني في لوجانو، وعشت هناك مع أب مسلم وأم يهودية. بس بابا كان متمسك جداً بالأصول العربية والإسلامية رغم الغربة اللي هو عايش فيها، وكان متمسك قوي بقرايتي للقرآن من وأنا طفل، لدرجة كان لما يشوفني وأنا بقرب مصحف بيكافئني ويجيب لي عروسة هدية. ربنا يفتحها عليك يا هنية، ويكرمك ويرزقك بالخلف الصالح، ويوعدك بالجنة أنت وأبوكي. اللهم أمين. أمي طبعاً ما عجبهاش الكلام ده،
وانفصلت عن بابا وراحت عاشت لوحدها في جنيف. ما تحقنيش في نفسك يا اختي. اه ما هو لمؤاخذة المارة إذا ما كانتش تعيش تحت طوع جوزها لمؤاخذة ما تستاهلش اللقمة اللي بتدفعها. بابا كان على اتصال بالمقاومة في فلسطين وابتدى بيمدوهم بالفلوس والسلاح عشان يقدروا يثبتوا على موقفهم قدام الاحتلال الإسرائيلي. كان دايماً يقعد معايا ويفهمني الجرائم الوحشية اللي اليهود ارتكبوها، وكان بيحكي لي عن المجازر اللي حصلت في قنا وصبرا وشتيل، وعن آلاف الأطفال اللي ماتوا من غير ذنب على إيدين الصهاينة. وفي يوم كان عمري 10 سنين مش أكتر، كنت بلعب بعروستي زي أي طفلة، وبابا كان قاعد على المكتب بيشتغل، وفجأة دخلوا عليه رجال مسلحين. جريت أنا واستخبيت ورا الستارة، كنت خايفة وببكي بس كاتمة صوتي عشان محدش يسمعني، وما كانش بإيدي أعمل له ولا أي حاجة. ربنا يحرقهم بجاز، بس لو ادونا فرصة كنا قطعناهم. دم الراجل ده مش هيروح حاضر يا باشا. ايوه وادي الوطنية اللي حطت عليك فجأة دي. كنت بحاول أعبر. ايه؟ كنت بحاول أعبر. تعبر ايه؟ لا تعبر ولا تنايل، اسكت خالص. بعد ما حصل اللي حصل كان لازم اروح اعيش عند ماما في جنيف. طبعا حاولت بكل الطرق ان هي تعمل لي غسيل مخ وتهودني، بس انا ما طقتش، ورحت عشت عند عمتي في مصر كام سنه. قعدت هناك وبعدين رجعت لماما وقلت لها انا خلاص يا ماما هسمع كلامك. راحت جابت لي منحه من الجامعه العبريه في تل ابيب وعشت هناك. عشت هناك وانا ما نسيتش لحظه واحده يوم ما دخلوا على بابا المكتب وقتلوه قدام عيني. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا يا ناجبين، نورتي. ازيك يا حاجه فاطمه؟ الحمد لله. والله وحشانا يا ست الكل. وانت كمان. يلا انت وهو، كل واحد يبوس ايد الحاجه فاطمه. يلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يخليكم ويحفظكم يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شو يا بنتي، ما قدمتي شيء لضيوفنا؟ معقولة هذه؟ لا معلش بقى، ما هو من عشر الأم، ما أصلها عايشة في تل أبيب.